بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من النصر السعودي لعدم أهلية مشاركة عدد من لاعبي فريق بيرسبوليس الإيراني بدور أبطال آسيا، أكدت إدارة النصر عبر بيان رسمي عزمها على استكمال حقوقها النظامية باستئناف القرار لدى لجنة الاستئناف الاتحاد الآسيوي والرفع لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية. أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده مع عبد الرحمن الغامدي لاعب الاتحاد السعودي لمدة موسمين، كما أعلن عن تعاقده مع ظهير الهلال محمد الدوسري لمدة 3 مواسم، كما وقعت إدارة الباطن مع لاعب النصر ركان الشملان. تعثرت صفقة انتقال عبد الرحمن الشماري حارس فريق النصر وبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم إلى نادي أفسي دوردريخت الهولندي بسبب شروط تعاقدية يفرضها الاتحاد الهولندي لكرة القدم. وصل إلى جدة عبر دبي لاعب الأهلي السعودي الجديد المغربي إدريس فتوحي للانضمام لصفوف الفريق، كما كشفت مصادر بأن إدارة الأهلي تسعى للتخلص من الألماني ماركو مارين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. نبقى مع الأهلي، حيث أنهت إدارة النادي إجراءات استخراج التأشيرة الخاصة لدخول السربي فيجيسيا المحترف الجديد في صفوف الفريق. تداولت أخبار بأن إدارة العين السعودي ألغت اتفاقها مع المدرب البرتغالي برونو بالتازير حيث لم يفلح في فك عقده مع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي.